لأن الروح كما هو معلوم لها خمس تعلقات في الجسد. الروح مع الجسد لها خمس تعلقات. التعلق الأول عندما تنفخ الروح فيك وأنت في بطن أمك، هذا أول تعلق. ثم التعلق الثاني عندما تخرج إلى هذه الحياة. ثم التعلق الثالث عندما تنام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فتقبض الروح في النوم ثم تعود إليك. التعلق الرابع الذي هو عند الموت، الموت الحقيقي، وذاك النوم يسمى الموت إيش؟ الصغرى. ثم الموت الحقيقي عندما تنزع هذه الروح من الجسد ويصعد بها إلى السماء. فإذا كانت روحا طيبة كما هو حديث البراء المشهور، يقول ما هذه الروح الطيبة وما هذه الرائحة الطيبة، يقول هذه فلان ابن فلان طيب بأحب أسماء إلي، إلى آخر الحديث. طيب ثم تعود إلى الجسد مرة ثانية. ثم بعد ذلك العلاقة الأخيرة وهي عندما ينفخ في الصور ويموت جميع الناس ثم تعاد إليهم الأرواح. فالشاهد من هذا أن الروح تكون مع الجسد لجميع الناس، كما قلنا قبل غير مؤمنهم وكافرهم، كلهم أرواحهم معهم. وإذا قال نص أهل العلم أن عذاب القبر ونعيم القبر يكون للروح والجسد، فالروح والجسد يتنعمان والروح والجسد يتعذبان. نعم.